يعني 8/6 وكنا 5 أغسطس كنا مع حضرتك في قناة السويس. إيه الاقتحام ده السريع ده بمشروع بالحجم ده ليه؟ إزاي؟ شوف، تثبيت الدولة مش بيتطلب حاجات كتير جدا، بيتطلب إن نستعيد ثقتنا بأنفسنا ونستعيد ثقتنا ببعضنا البعض. والجهد اللي اتعمل كان الهدف منه بالإضافة لجدوى المشروع الاقتصادية، ومش بس الاقتصادية، المكانة، مكانة قناة السويس تصنيفها بالمشروع ده اختلف عما كنا عليه قبل عمل المشروع. لكن كان في مكاسب أخرى، بأن الشعب المصري أمر كان هياخد 5 سنوات ممكن يتعمل في 3 يعملوه هم في سنة، والأمر ده كان محل مسار تقدير وإعجاب العالم. وده في أمر أنت محتاج بعد 5 سنين أو أقل من حالة المصريين محتاجين فيها أن هم يعرفوا أن هم قادرين. واللي احنا بنعمله في مشاريعنا كلها بالكامل بالمعدلات ديت، بالتكاليف ديت، بالوقت ده، هو محاولة يعني لتقديم الذات المصرية على أنها قادرة على أنها تعمل المستحيل وتطلع من الكبوة اللي هي فيها دي، وتبني وتعمر لنفسها ولأهلها ولشعبها ولأحفادها القادمين. يعني الكلفة في مشروع قناة السويس الجديدة أنها تنجز في سنة، الكلفة الزائدة في هذه الحالة ده كانت ليس فقط لجدوى المشروع، ولكن لرفع الروح المعنوية، نقول للشعب المصري طبعًا لدعم إصراره وعزيمته طبعًا، ولا لمزيد من الثقة في القيادة؟ لا، هو أصل اللي عمل المشروع مش أنا، اللي عمل المشروع المصري هو الناس اللي كانت شغالة في القناة ليل ونهار، ده كانت المصريين كلهم مصريين بالمناسبة اللي شغال النهاردة في كل مشاريع مصر. مين؟ أنا؟ لا، الناس، الشعب المصري هو اللي قاعد، وفي ناس كتير انتوا مش شايفينهم، محتاجين تشوفوهم وتقعدوا معاهم، هم ناس بساط، لكن الناس دي بتشتغل ليل ونهار عشان تنجز المهمة اللي هي مكلفة بيها. كنا مع حضرتك في جبل الجلالة من